أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أنها قد استقبلت طلبات تقديم الترشح لمشروعي التعيين في النيابة العامة وتعيين القضاة، وذلك ضمن مشروع قضاة المستقبل، حيث ستستقبل الأمانة طلبات المترشحين حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2019. أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن أعدادا كبيرة توافدت للأمانة العامة في الأسبوع الأول لتقديم طلبات الترشح للمشروعين، ولا يزال المجال مفتوحا للراغبين لتقديم أوراق الترشح واعتماد الطلبات، في الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تحرص على مبدأ الشفافية في التقديم والنظر في التظلمات المقدمة من قبل المترشحين لكل من لم يتم قبولهم لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك خلال 3 أيام من رفض طلب المتقدم. المشروع بيمر بمراحل متعددة. احنا في المرحلة الأولى هي مرحلة تقديم الطلبات والفحص والاعتماد، يتم فحصها من خلال لجنة. تفحص اللجنة مدى انطباق الشروط المعلنة على الطلبات المقدمة، ولمن لم يقبل طلبه في هذه الفترة لحق التظلم أمام لجنة التظلمات خلال 3 أيام من تاريخ اختاره. من قبل طلبه في هذه المرحلة ينتقل إلى المرحلة اللي تليها، وهي مرحلة الامتحانات، مرحلة الامتحان القانوني، ومن ثم عندنا مرحلة المقابلة الشخصية ومرحلة الاختبار القدرات العامة ومرحلة التدريب النظري والعملي. الجدير بالذكر أن كل مرحلة تشترط نسبة نجاح مقررة، يجب على المتقدم أن يجتاز كل مرحلة ليصل إلى المراحل النهائية. نتطلع احنا من خلال هذا المشروع ان نحصل على مخرجات متميزه مقاربه لمشروع قضاة المستقبل في 2014، وان كان الطموح اكثر من ذلك. ننوه ان على المتقدمين لهذا المشروع ان يتاكدون مدى انطباق هذه الشروط عليهم اثناء تقديم الطلبات، ومن توافر كافه المستندات، وذلك لاتمام النجاح والاتمام التسجيل وانجاحه في هذه الفتره.